المشاهدين الكرام في كل مكان اهلا ومرحبا ونحن بنتكلم عن جنوب السودان الوطن الامكانيات وسعيدين جدا ان نتكلم عن هذه الامكانيات وتطويرها وكيفيه ان نستفيد من هذه الامكانيات المهوله وفقا لمراقبين واقتصاديين وعلماء وخبراء ان جنوب السودان يسخر بالعديد من الموارد النفطيه والغابيه والزراعيه والثروه الحيوانيه والسمكيه ولكن كيف يمكن أن نحول هذه الموارد من موارد بسيطة وبدائية إلى موارد كبيرة استثمارية وانتاجية وصناعية. سعيدين أن نكون في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء الخاص ونحن نتكلم عن مورد مهم هو مورد الثروة الحيوانية والسمكية ويمكن يعد مورد الثروة الحيوانية والسمكية من الموارد الكبيرة التي ترفد الخزينة العامة ومورد مهم وضروري لتغذية الناتج العام والاستفادة منه في الدخل الشخصي بالنسبة للأفراد المنتجين العاديين سعيدين أن نتكلم في الحلقة عن هذا المورد وكمان سعيدين أن يكون معنا سعادة الوزير لوالو ناردال وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية وراب ونحن نتكلم عن هذا المورد بنرجع وبنرحب بكل المشاهدين وبنرحب بك كمان سعاده الوزير في استديو تلفزيون جنوب السودان شكرا جزيلا نعم. اولا انا بقدم التهنئه بتاعتي وشكري لتلفزيون جنوب السودان نعم. بتاعتهم لي الفرصه حتى نلتقي مع بعض ونعبر بما يحدث في وزاره الثروه الحيوانيه نعم. أه ثانيا انا بهني شعب جنوب السودان بمناسبه حلول عيد القيامه المسيح نعم. وثالثا أه نحن برضو حزينين لما يحدث في جزء من بلادنا العزيز أه بنناشد مواطنيننا انه ان شاء الله دي مراحل من مرفيو وهتخلص وانه ان شاء الله هنرجع في كل مواقعنا ويمكن بمناسبه بتاعت الاعياد كمان بنتمنى لكل الناس اللي بيتابعونا ولكل ابناء جنوب السودان في الداخل وفي الخارج و كمان حتى الماجنوبين البتاعه التلفزيون الامن والسلام والطمانينه وبشرفنا جدا انه سعاده الوزير تكون معنا ومبروك كمان عليك التغلد الوزاري ونحن حنبحث معك يمكن عدد من المحاور عبر هذا اللقاء لكن في البدايه واي زول بتابعنا هسه بيسال سؤال انه يعني شنو الوزاره بتاعت الثروه الحيوانيه او شنو الثروه الحيوانيه ذاته والسمكيه بعدك عايزينك تعرفنا على الادارات الفية ومجالات تخصصها وشغل الوزاره كمان وزارة الثروة الحيوانية هي من أهم الوزارات في دولة زي جنوب السودان. وفيه أقسام مهمة جدا. عندك قسم بتاع صحة الحيوان. وعندك قسم بتاع قسم الأسماك. وعندك قسم بتاع الإنتاج الحيواني. وكل هذه الأقسام كل قسم بيختص بشؤون معين يعني هي بيختص به يعني. <Sélite> نعم يمكن يعني المجالات بتاعت عمل الوزاره يعني لما نزول يقول دي وزاره الثروه الحيوانيه والسمكيه ممكن يتساءل انه طيب هم حاليا الوزاره قاعد يقدم شنو للناس اللي هم مثلا بنسميه منه صغار المنتجين او الناس اللي عندهم هم الثروه اللي بنسميها هي دي حيوانيه او او كانوا اذا هم رعاه او نصط. أه مهمة بتاعت وزارة الثروة الحيوانية هي ان تحمي الثروات بتاعت الدولة نفسها بمعنى اخر انه نحن مهمتنا تطعيم الحيوان ومنحاول ونحاول بنناشدهم نعم. انه البقر بصفة خاصة بالنسبة لجنوب السودان من الثروات المهمة جدا باعتباره بيدخل في صخافات كثير جدا نعم. ونحن بنحاول نناشدهم دائما انه البقر ده حميق ما زواجه بس مثلا نعم no, no. اوكي انه هي ذات انتاج بالنسبه لك انت اللي بتملكه نعم no, ودخل no. اقتصادي كبير برضه للدولة ودخل اقتصادي كبير للدوله نعم no, no. بدايه من الالبان بتاعه اللي هي بتقسم بيطلع منه كذا مشتقات آه مش كثيره مشتقات بتاعة نعم no. اوكي، آه يعني وانت جيت الوزاره في فتره قريبه سعادة الوزير، بيكون وضعتوا عدد من الخطط والاستراتيجيات، آه احنا عايزين برضه نتعرف على الخطط والاستراتيجيات اللي من الوزاره لتنمية الغطاء ده بالذات في الفترة اللي أنت جيت فيها، وكمان الخطط المستقبلية شنو أنتم خاتينا إنه تطوروا هذا المجال. تمام، آه، آه، نحن آه، الخطط اللي نحن خاتيناهم للوزارة نعم أولاً إنه نحن نعمّن صحة الحيوان. نعم تماما ونحاول نحن بنحاول انه نحول الفكر بتاعت الفهم بتاعت المواطن انه البقر بس زي ما انا قررت قبل ما للزواج الاجتماعية. لا انه هي شيء بتنتج منه والدوله مستفيده منها ذاته فعايزين ناخذ تدريب بتاعت انه البقر دي في فتره من فترات الجاي عايزين نحولها لشيء انتاج في شكل عملي يعني نعم. بحيث انه نستفيد من اللبن نستفيد من نستفيد من, من الجلود، نستفيد من الدهون نعم. نعم. بتاعه نعم, نعم. نعم. يمكن برضه يعني وزي ما انت تكلمت عن انه نحن في في خطط انه كيف نحن نستفيد من هذا المورد، لكن يعني هل في اي تحركات استثماريه في تنسيق بينكم وبين مؤسسات او افراد في في الاستثمار في الجانب ده؟ نعم في فتره بين فترات يعني لما زميلي هونورابل بول دل كان في الوزاره خلوا خطه جميلة جدا لان احنا اللي لحقناه انه حاولوا انه يعملوا كونتاكت مع الشركات الاستثماريه كانت في شركه تركيه جايه ومستعده على اساس اننا هنصدر جلود بتاعت البقر نفسها وفي كان تانية الثاني انه في المستقبل القريب العاجل هنعمل لهم طازج نعم انه نقدر نصدرها نعم ده. و وصلت وين المشاريع دي او تنسيقكم مع المؤسسات والافراد وصل وين المشاريع دي ما قدرت توصل لسبب انه المرحلة اللي مرينا فيه المرحله بتاعت الاحداث رجعتنا شوية وراء يعني لكن نحن في في ان شاء الله في في خطط بتعادلنا نحن, نحن اعادة نحن إعادة, نحن. اعادة البرنامج ده نعم نعم يمكن الاحداث دي اثرت على كثير من الخطط الاستراتيجية والاستثمارية وغيره لكن برضه يعني الوزارة في الحيز بتاع العمل هسه بتاعها نحن عايزين نعرف اهم المشاريع المطروحة من الوزاره هسه حاليا يمكن للارتغاء بالغطاء بتاع الثروه الحيوانيه والسمكيه في ولايه ورب. اهم المشروعات اللي احنا خطيناها هسه هي مشروع بتاعت تطوير نعم تطوير بتاعت الانتاج اللي احنا الانتاج الحيواني بشكل يعني بشكل فعال يعني نعم دي من الخطط المهمه اللي احنا هسه حاليا خطيناها. نعم يمكن سعادة الوزير يعني لما يكون عندك مثلا خطط للإنتاج الحيواني بتكون محتاج مثلا لطاقات صناعية كبيرة مثلا في عملية بتاع التعليب بتاع اللحوم يعني نتوقع أنه في كم سنة اللي قدام نتوقع مصنع لتعليب اللحوم وتجفيف الألبان والاستفادة من الجلود في ولاية وراء؟ أيوة طبعا طبعا شيء أكيد وكل شيء طبعا كل شيء بتيجي مع الاستقرار نعم. إن شاء الله في فترة من فترات الجاية لا. ان آه نتمنى انه بلدنا هتكون فيها استقرار تام نعم والخطط دي خطط موجوده لانه يعني ان اساسا الثروات اللي عندنا ما بخلينا نحتاج نفكر في بترول ولا في بالذات الثروه الحيوانيه دي ثروه كبيره جدا يعني فخطط اللي احنا وضعناه ما هيكون في ولايه بالضبط هيكون بمستوى قومي قومي آه. نعم. نعم. يمكن الفترة الأخيرة الناس وفي كل الولايات توجهت للاستثمار الزراعي والاستثمار الحيواني بأعتبارهم موارد ثابتة ما زي الاستثمار في في المجال بتاعة النفط والمعادن yeah. نعم طيب نحن برضو عايزين نتكلم عن يعني أنتوا تعاملتوا كيف يعني أو طريقة بتاعة تعاملكم مع الجهات والمنظمات بالذات المنظمات العاملة في مجال صحة الحيوان والرعاية البيطرية بالنسبة للحيوان نعم نحن عندنا منظمات يعني بتقوم بمساعدتنا عندنا منظمه بتاعت الوول فيجن نعم عندنا منظمه بتاعت في اس اف بلجيوم نعم no. عندنا الفاو نعم no. دي كل المنظمات بتقوم بمساعدة بتاعتنا نحن إن no. وبشكل انه بنشجع المواطن نعم no. بالذات في مجال بتاعة الجسم بتاعت الاسماك من الشجم المنظمة قامت بمساعدة كبيرة جدا جاب لنا شباك وقمنا بالتوزيع على كاونتيز بتاعنا على اساس انه المواطنين يستفيدوا منا في مجال بتاعت الصيد بتاعت السمك لا. السمك دي داخل السوق لا. لما تيجي داخل السوق الوزارة نفسها بيكون عنده الفوائد بتاعه في الشكل بتاع الريفنيو اوكي والمواطن بيكون عنده الفوائد بتاعته باعتباره بيقى منتج ولو هو صغير منتج بالضبط كده, كده. نعم. انه لكن... الوزاره بيشجع يعني سوري الو... الوزاره بيشجع المواطن انه المواطن يكون مواطن منتج نعم. نعم طيب يعني الخطه شنو عشان تنقل المواطن ده يعني اللي انت وزعت له شبكه عشان يكون هو من صغار المنتجين الخطه شنو انه تنقله من مرحله بتاعت هو الصغ... من صغار المنتجين لمرحله بتاعت كبار المنتجين، يعني في خطط لانه مثلا تعملوا حاويات كبيره لحفظ الاسماك، تصديرها مثلا في خطط زي دي انتم بترتبوا لها؟ دي بدايه، والبدايه دي بديك خطه او فيجن، يعني بديك نظره للامام انه انه ممكن تعمل انك هتعمل الكلام ده انه المواطن نفسه بيشجع نفسه وهيشجع الحكومه أو الوزاره سوري نعم. نعم ونتمنى كمان انه بنفس الخطط وضعتها الوزاره وبمراحل زمنيه معينه تتحقق عشان انت لما تكون عايز تحرك المواطن تجاه الاستثمار بيكون عايز يشوف نتائج ملموسه يعني لما تقول له السمك بيجيب قروش مثلا او دخل هو عايز يشوف الدخل ده مباشر بالنسبه له صح. طيب في حاجه مهمه ساعه الوزير نحن عايزين نتكلم عنها يمكن عبر اللغه بتاعنا ده يعني الرفع بتاعت مقدرات العاملين في الوزاره وبعد ذاك رفع الوعي ذاته بالنسبة للمواطن اللي هو بنحسبه من صغار المنتجين ويعني قمت بشنو في المجال ده عشان ما تطوروا حتى الكادر الشغال في الوزارة باعتباره هو اللي بيقدم الخدمة اللي بتستفيد منها الدولة وبيستفيد منه المواطن جميل أنا احنا قمنا بورش بتاع عمل اللي هو ووركشوب نعم واللي بيقوم بمساعده دائما للمنظمات اللي انا وريتك يعني نعم فبيعملوا ورك للمواطنين دل في الكاونتيز مثلا في مجال بتاعة صحه الحيوان مم. او في مجال بتاعة الانتاج الحيواني انه معنى الانتاج الحيواني ذاته شنو مم. كويس انك انك لو اهتم بالبو هتيجي وهتبقى كيف في مع بعض مم. في مجال بتاعت الاسماك نفس الحاجه كويس وهم بيقوموا بنشاطات كتير يعني حتى بياخدوا مرات كميات كبيرة من المواشي بوزعوا على مواطنين نعم. على أساس أنه ده, بش... ده نوع من تدريب أنه هو يقدر يعرف أنه أهمية ال... الحاجة اللي عنده ده شنو كويس. نعم. طيب يعني بعد ما تدرب الكادر اللي أنت عايز أنه مثلا هو يقدم الخدمة المعينة بالمقابل انت محتاج لصغار منتجين هم مدركين للحاجه اللي هم جاي يقوموا بيها يعني هو عارف انه مثلا الاسماك او الابقار او ما مثلا ما للتفاخر الاجتماعي وما للزواج زي ما قلت لكن بقدر ما هي مساحه بتاعت استثمار وده داير له خطه يمكن متكامله وطويله المدى انه انت تنقل الناس من مرحله بتاعت اعتمادهم على البقر باعتباره مثلا يعني للتفاخر الاجتماعي بس والمناسبات الاجتماعيه لمرحلة بتاعت انه ده للمناسبة مثلا للاستثمار او الدخل القومي. الخطط دي ممكن تكون بالتنسيق ما بين وزارة التربية في شكل مقررات ما بين الوزارة بتاعتهم، لكن الخطة العاجلة الهسة انتوا عايزين تنقلوا بها يعني احنا عايزين نعرف والمشاهد كمان انه هسه حاليا كيف تتشجع تشجع الزول اللي عنده مثلا ابقار انه يجي ومثلا هي تكون للاستثمار او نستفيد منها مثلا للاستثمار، لانه ما ممكن تلزمهم بنصوص بس يعني نعم تمام آه وفعلا زي ما انا وريتك نعم. هو انا عشان احول الفهم ده نعم. بالنسبه لل... للناس بالذات في مجال بتاع بقر نعم. ما ساحل نعم. عشان انا نوريهم انه البقر ده كويس هيجيب آه لك دخل كويس هو يسال الدخل ده هيجي ازاي نعم كويس لانه بياخد بقر بشكله كويس عنده مشاكل بيطلع منه اثنين ثلاثه بوديهم سوق نعم no. كويس يهلبوه المشكله بتاعه ويرجع ويقول ده بقر ده ده حاجه بهلني لكنه ما عرف انه ممكن يتحول انه اه يبقى شيء له فائده بالنسبه له وبالنسبه للدخل القومي نعم no. فالخطه اللي عندنا ودائما في ورش امل بيحاولوا يقولوا لهم الكلام ده انه اه البقر اللبن, اللبن اللي بيطلع منه ده ده انتاج كبير نعم no. اللحم بتاعه كويس بالدخل الدخل الكبير بالنسبه لك. كويس no. فانا احنا الخطه اللي احنا عاملينه اولا نوريهم صحه البقر ده شنو mm. انه يعرف انه البقر لازم يكون يعني صحته كويس نعم no. كويس وفي خطط زي ما انا كررت كثير انه هنيجي نعمل نظام بتاع زي النظام بتاع البيطري زمان نعم no. كنا كان في مريال باي. فالمشروع ده هيكون له تنسيق مع مستوى القومي هنا نعم no. في وزاره الثروه الحيوانيه طبعا هسه الكويس انه بقى الثاني no. وزاره بحد نفسه يعني نعم no. فدي عايز لما يكون في عندنا وزاره قومي هنا بعدين نقدر ننسق مع بعض كويس no. وهنورينا الفكره كويس no. لانه بالذات ولايه وراب ولايه بتمتع بكميه كبيرة من الثروات نعم no. بالذات الثروه الحيوانيه بالذات الثروه الحيوانيه والسمكيه طيب آه برضو يعني لو تابعنا حول العالم مثلا وفي دول جاره وصديقه نعم. آه كثير من المشاريع السمكيه الكبيره يعني مزارع للأسماك لتوليد الاسماك آه يعني استغنوا عن الطريقه البدائيه انه في الصيد او آه مساله التوالد الطبيعي بالنسبه للاسماك بانشاء مزارع للاسماك وغيره هل نحن موعودين بانه حيكون عندنا نفس المشاريع الكبيره في الغريبه العجيب طبعا ما في شيء مستحيل بالنسبه لنا نحن هنا No. يعني هذه المشاريع ممكن يكون عندنا هنا no. هي مسألة بتاعت الوقت زي ما أنا ذكرت لي قبل آه لما يكون عندنا وزارة تانية سابقة هنا في على مستوى التحادي. على مستوى الاتحادي. الاتحادي no. كويس الخطط دي كلها هيكون موجوده يعني كويس no. لانه دي, دي, حاجات عندنا وما علينا الا نطورها no. بامكانيات اللي نحن هيكون عندنا يعني عشان كده قبيل انا قلت انه نحن عايزين ننقل الامكانيه يعني الموارد بتاعتنا دي من مرحله المنتجات الصغيره العاديه لصناعات كبيره, كبيرة. يمكن وذات دخل قومي كبير بتدخلوا علينا. بالظبط آه في حاجه مهمه جدا ان احنا من قبل يعني بنتكلم حولها بنتكلم حولها لكن م. عايزين نعرف من اهم المشكلات اللي قاعد تواجه القطاع بتاع الثروه الحيوانيه والسمكيه. لو في جنوب السودان بصورة عامة ولو في ولاية وراء بصورة خاصة بعد ذاك المشكلات دي لو حتى قدرنا نتعرف على واحد اثنين ثلاثة والحلول الموضوعة من قبل الوزارة لمعالجة المشكلات دي شنو يعني شنو المشاكل اللي قاعد تواجه الوزارة أو قاعد تواجه القطاع ده باعتباره مفروض يكون قطاع منتج لكن في الوقت الحالي نحن شايفين انه مثلا ما بالفعاليه اللي نحن عايزين عايزينها نعم. وصح فعلا نحن بواجهنا مشاكل كثير نعم. بالذات في مجال بتاعة التوفير بتاعة الدواء نعم لتطعيم الابقار المفروض يكون عندنا كميات كبيره من الثلاجات نعم وفي عندهم غاز معين المفروض يكون متوفر عندنا وقال عندنا لكن دي من المنظمات يعني no, no. دي من المشاكل اللي بتواجهنا لانه في حاجه في ادويه المفروض تشال لكاونتيز no. ويكون متلج no. لازم يكون متلج الشوارع يعني. و... نحن محتاجين عربات برضو يعني يكون مجهزه no. للنقل بتاعت العاملين اللي بيمشوا بيقوموا بشغل ده حسن. No. اي نعم. وبرضو عندنا يعني دايرين ندرب كوادر م. في مجال بتاعت البيطرة no. بالذات يعني يكونوا مؤهلين تماما لأنه عشان احنا نحول الفهم بتاعة البقر يكون شيء منتج بالنسبة للمواطن نفسه no. كويس عايز يكون في ناس مدربين تدريب تماما على أساس أنه يفهموه كويس يعني أنه ده ليه عايزين نعمل كده لبن ده ليه مثلا نعم no. آه. واللحوم دي كيف اللحوم دي كيف مطورة وممكن تكون كيف. مصنعه وفي آه. استخداماتها المتعدده الجلود يعني. برضه حنستفيد منها لهذه المرحله بالظبط ويمكن المشكلات دي ذاته يعني آه زي ما انت قلت عايزين تدربوا الكادر والناس محتاجه لعربات وممكن في الوقت الحالي <تلاجات> او ثلاجات وادويه وفي الوقت الحالي الدعم المقدم كله قاعد يكون من قبل بتاعت المنظمات <applause> اللي هي بتساعدكم في المجال ده آه. في حاجة مهمة يمكن الناس دائما قاعدة تتكلم عنه عن صحة الحيوان وصحة الإنسان يعني في أمراض كتير بتكون عند الحيوان هي مشتركة أو بتصيب الإنسان دائما وبطبيعة يمكن الرعاة عندنا أو يعني نحن باعتباره أنه بيكون عندنا سروات وعندنا بقر يعني عادي بيكون الاحتكاك مع الحيوان قريب باعتباره هو مفخرة ذاته يعني ما, ما, ما وصلنا لمرحلة أنه ممكن يكون عنده أمراض بينتقل عملت شنو في مجال التوعيه دي باعتبار انه تخففوا الامراض المنقوله من الحيوان للانسان وتوعوا الانسان انه في امراض ممكن تنتقل لك من الحيوان ده لو ما تعاملت معه بطريقه واحد اثنين ثلاثه. نحن يعني طبعا في امراض كثيره زي في كان مرض اسمه في امراض كثيره بتصيب الحيوان. نعم. نحن بنحاول نقول لهم دائما لما يكون بقر مات بسبب المرض No. الناس ما تاكل لحم بتاعه. نعم. No. لانه ده المسبب الـ الـ الرئيسي الرئيسي لنقل المرض من الحيوان للانسان. نعم، no. ممكن كمان في ناس بيشربوا الالبان. بيشربوا بيش... الالبان برضه يعني يعني مرات تحلف البقر no. في نفس الوقت تشربه كويس، ده برضه ما ما صحي. نعم. No. المفروض بعد ما يتحلف على الاقل يسفوه يعني. No. نعم. بكون فيه جزء من الشعر. وده من جزء المسبب للأمراض بتاعة السل لا. أساساً يعني نعم ايه. إذن لسه محتاجين خطط كبيرة ومشاريع كبيرة وممكن الوزارة في سعي أنه تحقق الحاجات والطموحات الكبيرة لكن كمان حاجة مهمة ثانيه يمكن دايرين نتكلم عنها شكل التنسيق بينكم وبين الوزارات الولائية شكل التنسيق بينكم وبين الوزارة الاتحادية والمحافل الدولية يعني بنسمع عن مهرجانات كثيرة مثلا للتسوق مهرجان مثلا فالمهرجانات دي برضو شكل المشاركات لقدام يعني خططكم انه انتم تكونوا جزء من هذه الفعاليات الكبيرة آه طبعا ده okay. شيء اكيد يعني آه لانه حيساعدنا اساسا انه ننقل شيء المفروض ما, ما عملناه وما شفناه لنا هنا عشان نقدر نعم. نقوم يعني نعم. نعم شكل التنسيق بينكم وبين الوزارات الولايه هل في اتصال بينكم وبين الوزراء الولايين في المجال بالذات الولايات اللي بتكون معاكم متخمه لحدودكم وبرضه آه شكل التنسيق بينكم وبين الوزاره الاتحاديه شنو؟ طبعا نحن يعني شكل التنسيق بين الوزاره الاتحاديه والوزاره بتاعنا نعم. بشكل مباشر على نعم. آه هو هو العامل الرئيسي بالنسبه لنا <applause> يعني حصل لو عندنا اي نقص في حاجات اللي انا ذكرتهم ليك الجبيلة ان احنا بنختار الوزراء الوزاره الاتحاديه هنا نعم <applause> آه لو في اي مساعده اللي هم ممكن يكونوا قادرين <applause> بيقدموا لنا او بنعمل منظمات زي ما انا وريتك جزء من المنظمات اللي بتساعدنا يعني نعم <applause> اي آه فبيعملوا تنسيق لو في مشكله بنحاول آه انه تتعالج بالتنسيق نتعالج بتص... بتنسيق مع الوزاره الاتحاديه الوزاره الاتحاديه والوزاره الولايه الولايه اما بالنسبه للولايات الثانيه برضو عندنا تعامل بشكل مباشر برضو اي <applause> <applause> في الان نفس زي ما انا وريتك يعني الثروه الحيوانيه ما في ولايه وراب وحده نعم في كل 10 ولايات جنوب السودان